فهذا الدور طبعا هو جزء من، أنت عندما تؤسر أنت لا ينتهي دورك هنا أنك أسير وانتهى الأمر، أنت تبدأ بمعركة جديدة، يعني أقصى بكثير من معركة السلاح. عندما تكون مسلحا وتقاتل معروف يعني العدو يواجهك بنفس السلاح أو أقوى سلاح ضد سلاح يعني. فيما يخص أمير القنطار، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنحيم بيغن ذكر فيما يتعلق بسمير القنطار، فأننا نفكر بانتقام لم يخترعه الشيطان. هذا في جنازة القتلى بنهاريا، هذا مسجل وبثوه تلفزيون في جنازة قتلى عملية نهاريا، قال هذه الجملة أتذكر يعني، أنا رأيت الأرشيف فيما بعد يعني فعلا بعد أن تحررت. كانت هناك أساليب لم يخترعها الشيطان على فرض أن هم مو أصلا الشيطان أصلا الشيطان بحط لهم واضح لهم أولا نبي الله. طبعا هذا جزء من حقد ومن حملة طويلة عريضة كانت موجودة، وكل مقاتل كل مقاوم يتعرض لظروف قاسية وظروف صعبة، وبالنهاية هذا عدو نحن لا نتوقع منه الرحمة، هذا عدو جاء ليقتل شعب ويشرده، نحن نتوقع كل هذا منه. من ضمن المحطات أيضا المهمة أثناء وجودك في السجن قرارك بإكمالك للدراسة وحصولك على الشهادة، كيف تولد هذا القرار وأنت في السجن ويعني قبلت أنك تنتهي؟ هذا مش قرار فردي يعني، قراري أنا كسمير القنطار، هذا كان قرار قيادة الحركة الأسيرة والتي أنا جزء منها، أنا جزء من هذه القيادة، أخذنا قرارنا. أنا أتذكر أن موشي ديان عام 68 هناك مقولة واضحة جدا قالها، وهي أيضا مؤرخة ومسجلة وموثقة، قال أن هؤلاء الأسرى لو قدر لهم، قبل أن أسر أنا هذا الحكي حكاية يعني، لو قدر لهم أن يخرجوا يوما إلى مجتمعهم يجب أن يكونوا عالة على هذا المجتمع. فالعدو عندما مثلا أنا حكم علي العدو 542 عاما، عندما حكم علي 542 عاما يعني ما كان يقصد بهذا الحكم، يعني ما حدا بعيش 542 عام، بس كان يقصد بهذا الحكم أن الموت التدريجي، يعني عندما تجلس أنت في زنزانة وتنظر إلى السقف وتنظر أمامك 542 عاما، أنت تبدأ بالانهيار والانحطاط النفسي والتراجع وتموت، تتيأس يعني وتموت، ويكون هناك وتموت بالتدرج يعني الإعدام البطيء نحن نسميه. فكان العدو يراهن على الوقت أن الوقت سيؤدي إلى إعدام هؤلاء وقتلهم، وبالتالي قررنا أن نحول الوقت من عامل لقتلنا إلى عامل لشحذ هممنا وإلى تحصين ذاتنا الوطنية وإلى تعزيز ثقافتنا وإلى تعزيز مكانتنا وإلى تعزيز صمودنا ونضالنا أيضا، وتهيئة أنفسنا للحرية حتى نساهم أكثر في هذا النضال. فبالتالي كان قرار قيادة الحركة الأسيرة أن تكون أضرابات عن الطعام متواصلة، وكان الأضراب التاريخي المشهور يعني إذا أتون الأرشيف في 14/7/1980 هذا الأضراب استمر 33 يوم وسقط فيه 3 شهداء، وتمكننا من انتزاع حقنا بأن يكون بين أيدينا كتب نعم لنقرأها. هذه كانت البداية نعم، وسمح بالصليب الأحمر بإدخال الكتب، وبدأنا نقرأ يعني نعبي الوقت في القراءة، بدل أن يقتلنا الوقت صرنا نحن نقتل الوقت في القراءة والاستفادة. بعد ذلك سمعنا بعد سنوات أن العدو سمح للسجناء الجنائيين مفصلين، الجنائيين مفصلين عن السياسيين، سمح لهم بالتعلم عن بعد بالمراسلة في الجامعات، فبدأنا نطالب بهذا الحق. لا رفض العدو، حتى كان الإضراب التاريخي والشهير أيضا، هناك كثير من الإضرابات لكن هذا كان أيضا كان إضرابا تاريخيا وشهيرا في 27/9/92، تمكننا من خلال هذا الإضراب انتزاع حقنا بالتعلم بالمراسلة نعم. طبعا الاضرابات نحن لا نخوضها منعزلين، نحن عندما كنا نخوض اضرابات عن طعام كان يخرج الشعب الفلسطيني برمته في الشوارع وازقه ومخيمات ومدن وقرى الضفه الغربيه وغزه و48 تضامنا معنا، وكان تحصل صدامات هائله جدا مع العدو مع جيش العدو وشرطه العدو، وكان يسقط شهداء من الفلسطينيين الذين يتضامنون معنا ونحن داخل السجن، وهذا كان يحرج العدو امام الراي العام وكان يضعه في الزاويه، وخصوصا انه يتشدق دائما بمقوله انه واحد الديمقراطيه في المنطقه يعني. بعد 12 سنه تقريبا تم السماح لكم بالانتساب للدراسه بالمراسله، كيف كنت يعني كانوا عائلات مرتبطه بالدراسه؟ نعم، نظام الجامعه هو اشترطوا علينا ان تكون فقط بجامعه عبريه، رفضوا ان تكون بجامعه عربيه، ونحن قبلنا هذا التحدي وتعلمنا العبري من الاسرى الفلسطينيين الذين يتقنون هذه اللغه بحكم مكان سكنهم بالاساس قبل ان يؤسروا في مناطق 48 او في الضفه الغربيه واحتكاكهم، فكنت تمارس اللغه معهم. نعم، كنا نتعلم اللغه منهم وبدانا نتعلم بالجامعه باللغه العبريه، تغلبنا على هذه المعضلة، وتقريبا حوالي 200 أسير أنجزوا شهادات في هذا الموضوع. كم سنة تقريبا؟ أربع سنوات، أربع سنوات ونصف. ظلت استمرت أربع سنوات إلى أن حققت شهادة العلوم الإنسانية. نعم، العلوم الاجتماعية والإنسانية. العلوم الاجتماعية والإنسانية. وكنا طبعا نغطي ماليا تغطى من قبل عائلاتنا، ترسل لنا عن طريق الصليب الأحمر تكاليف الجامعة، وبعد ذلك بدأت وزارة شؤون الأسرى في منظمة التحرير الفلسطينية في السلطة الفلسطينية هي التي تغطي تكاليف الجامعات للأسرى الفلسطينية. السؤال الأخير في هذا المحور، لفت انتباهي قضية ذكرتها في كتابك اللي صدر مؤخرا، قضية الموبايل. نعم، انت
كشفت عنها لأول مرة من خلال هذا الكتاب. كلمنا وكلم سادة المشاهدين حول قضية الموبايل، كيف أنك أخفيت الموبايل طيلة هالفترة عن السجان الإسرائيلي؟ هذا موضوع نحن كأسرة دائما نبحث عن نافذة قوة صغيرة نطل بها على العالم الخارجي، نحاول أن نستغل كل تكنولوجيا ممكنة في سبيل الوصول إلى العالم الخارجي والتواصل مع العالم الخارجي وإيصال صوتنا إلى العالم الخارجي. فعندما تم اختراع الموبايل قررنا أن نستفيد منه نحن كأسرة بطريقة تفيد قضيتنا وتعزز صمودنا أيضا داخل الأسر. فطبعا كان يحتاج الأمر إلى تهريب هذا الموبايل وإلى نرشي الشرطة أيضا، وهذا موضوع معقد جدا جدا، إدخال الموبايل إلى السجن والحفاظ عليه في داخل السجن، وخصوصا أن هناك حملات دهم وتفتيش دائمة، وهناك وحدات خاصة مخصصة بالبحث عن هذه الأشياء في داخل السجون. تمكنت أنا من البدايات طبعا وغيري أيضا وفيما بعد أيضا أسرى آخرين، هذا كانت لعبة القط والفأر كما يقول، نحن نهرب ونحاول أن نحافظ وهم يقتحمون ويحاولون البحث وإلقاء القبض على أول إيجاد هذه الموبايلات. فكانت بالنسبة لنا الموبايلات هي فرصة للتواصل مع الخارج بطريقة معينة والاستفادة من هذا الموبايل أقصى درجة ممكنة حتى نوصل صوتنا وقضيتنا إلى الرأي العام. كم استمر معك الموبايل تقريبا؟ يعني أنا عمليا الفترة الأخيرة كان الفترة لا هي تقريبا بدأت البدايات بال97 البدايات طبعا عندما بدأ الموبايل ينتشر وبدأنا نسمع عنه وتفاصيله. وأذكر هنا حادثة، أن استدعانا مدير السجون نحن كممثلين للأسرى الفلسطينيين لتفاوض معنا في شأن قضايا حياتية، فكان يحمل موبايل صغير وأنا في ذلك الوقت قلت يجب أن أحصل على واحد كهذا، وبعد عدة أشهر كنت حصلت على واحد كهذا. نعم. حياة كاملة ما بين أسر وتحرير، استلهم فيها القنطار قناطير مقنطرة من الدروس، أهمها ما قاله بأنه يجد نفسه خاشعاً أمام إرادة الإنسان التي جعلت العدو الإسرائيلي يقف مندهشاً أمام إرادتنا وصمودنا وكبريائنا. رؤية بحجم الحرية تبدو شديدة التفاؤل حين يتكلم القنطار عن أن حلم تحرير كل فلسطين ليس بعيد المنال، ومن منطلق تفاؤله وحبه السابق ومنتهاه اللاحق يسجل القنطار حبه لجنة اسمها لبنان كما يطلق عليها قائلا: دعونا نتمسك بها جيدا وحذاري أن تفلت من أيدينا مرة أخرى. شهر يوليو تموز الذي شهد ميلاد القنطار حظي أيضا بولادته الثانية، وهي تحريره من أسر الكيان الصهيوني في 16 من يوليو عام 2008 ضمن عملية لتبادل الأسرى بين لبنان والكيان الصهيوني، والتي اشتملت أيضا على استعادة رفات الشهيد الكويتي فوزي عبد الرسول المجادي الذي استشهد خلال عملية نفذها عام 89 في مستعمرة مسكاف عام القريبة من الحدود اللبنانية. طيب أستاذ سمير، الآن خلينا نتكلم عن فترة التحرير. بداية تكلمنا عن قصة أول ورود خبر أنك ستكون ضمن صفقة الأسرة، كيف تلقيت هذا الخبر؟ هلأ أنت بتحرق لي كتابي، أنا كاتب مذكرات وحكي فيها كل التفاصيل. لا خلاص، على ما تبث هذه الحلقة إن شاء الله الكتاب راح يكون ما خلى صدى واسع وكبير جدا. يعني هو في 25 نيسان 2008 أبلغني سمحت السيد بطريقة معينة أن أرسل لي جملة قصيرة: الأمور تسير بشكل جيد والفرج قريب. فأنا بعد شو الفرج قريب والأمور تسير بشكل جيد، بدي أفهم تفاصيل، شوف عندكم تفاصيل فقط، كانت هذه هي الرسالة فقط. هذه هي الرسالة. فبعد طبعا هذا الاستفسار أنه فهمونا أكثر شو الوضع،
فهمت أن العدو يعني موضوعي مش الحالة. كان عدو طوال الوقت يتعنت ويرفض بأي شكل من الأشكال أن أكون ضمن عملية التبادل في الجنديين الذين أسروا. طبعا بالمناسبة هي فقط قبل ما نكمل، في السابق كانت هناك بعض يعني محاولات لإدراج اسمك ضمن طبعاً صفقات نعم التبادل، ولكن كلها باءت بالفشل. نعم. فعندما أبلغني كان هذا موضوع سري جدا، لما أبلغني سمحت السيد يعني كان لا أحد يعلم بهذا الأمر نهائيا نهائيا نهائيا، وكان يدور فقط على طاولة المفاوضات. أنا تكتمت على الخبر طبعا، لا أستطيع حتى عائلتي أن أبلغها بهذا الأمر أن أرسل لها عن هذا الموضوع. حتى جاء مهرجان الانتصار في 26/5 ساقب يوم تعملوها ب 26/5 بعد تقريبا شهر من هذا البلاغ، وأعلن سماحة السيد كلمته الشهيرة وقريبا جدا سيكون سمير وأخوة سمير بينكم في لبنان. عندها تسربت الأخبار بالإعلام وبدأ الإعلام يتحدث عن هذا الموضوع، وبدأ الصهاينة يتحدثون أنهم وافقوا على إطلاق سراحي وعلى تفاصيل الخطوط العامة لعملية التبادل كيف تم إنجازها حتى هذه اللحظة. وبعد ذلك تطورت الأمور وبدأ الإعلام الإسرائيلي يتفاعل مع هذا الموضوع، منهم من يحرض على عدم إطلاق سراحي، وبعض الإعلام العربي أيضا يساهم في التحريض على عدم إطلاق سراحي. كلمنا عن لحظة ما جاك الجندي الإسرائيلي وقال لك يا سمير. أنا ما انتظرت الجندي الإسرائيلي، أنا سمحت السيد بعت لي قبل. لا هذا كان خلاص. لا بعد ما بعد اليوم نفس اليوم اللي بعد ذلك بعت لي قبل ذات اليوم. حسب ما كنت ذكرت في الكتاب أنك كنت يعني ترفض إطلاق يعني إفشال هذه الصفقة ورفضها بسبب موضوع الملابس. طبعا هاي في آخر لحظة هذي، يعني هني استدعونا تقريبا أخذوني أنا من القسم قبل يوم الاثنين، العملية صارت يوم الأربعاء، ووضعوني في غرفة خارج السجن، يعني غرفة في عامة داخل السجن تسموها مثل غرفة انتظار زينا، وكان هناك الإخوة الذين تحرروا معي قد أحضرهم من سجن آخر ووضعهم معي. وبدأ نمنا اثنين الثلاثة طبعا لا يوم الثلاثة صباحا عفوا أحضروني ثلاثة صباحا إلى هذه الغرفة، كذا الإخوة أحضرهم يوم الاثنين من سجنهم، وأنا الثلاثة صباحا مساء جاء وقالوا لا ستلبسون هذه الملابس، وهي ملابس طبعا كاريكاتيرية تعرفون هيك لا طليق، فجرى فأنا رفضت هذا الأمر بالنهاية، والإخوة وقفوا معي دعموني في موقفي، ووصل لحد النقاش بيني وبينهم أنه عملية التبادل سنوقفها ولن نخرج في عملية التبادل إذا خرجنا بهذه الملابس. نحن نرفض خاطئ أن تخرج بهذه الملابس، وبدأوا يتفاوضون معي حتى الساعة الواحدة ليلة. الملابس يعني هل ما كانت ملابس مناسبة؟ لا غير يعني لا غير لا، وهذا الأمر استمر حتى الساعة الواحدة ليلة، حتى أخذ قرار من وزير الأمن الداخلي آفي دختر اسمه أن يعني خلص يعني تنازلوا عن هذا الموضوع، وهم تنازلوا ونحن بقينا على موقفنا وخرجنا بالطريقة التي نريد.